السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. وكنبغي نرحب كذلك المشتركين الجدد اللي عاد التحقوا معايا في القناة، وكنقول لهم مرحبا بكم. والقناة ما يمكن تكبر إلا بوجودكم وبتفاعلكم. وبالنسبة اللي كتشوف القناة ديالي لأول مرة، كنقولها مرحبا بك، اشتركي معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك سابوني أو سبسكرايب أسفل الفيديو، وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم دي ميني كيش بالطن. هاد لي ميني كيش اللي كيجيو لذادين وهائلين وبساط وسهلين في التحضير. دابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا هاد لي ميني كيش غادي نحتاجوا ليفون. انا ديجا هنا عندي واجدين وطايبين للصبيبه. الا بغيتوا نحضرهم معكم ونوريكم العجين اللي كنصوب به، خليوها لي في لي كومونتير. واحد البصله كبيره مشلجه، فلفله حمراء مقطعه مربعات على هذا الشكل، فلفله صفراء حتى هي قطعتها مربعات، طون لي شامبينيون والفلفل، الزيتون مقطع. بالنسبه للعطريه نحتاج فقط الملحه والابزار والزيت بطبيعه الحال. خديت المقله ديالي نعمل فيها شويه الزيت، البصله مشوفه، خلي هاد البصيلة تهبط واحد شويش. غنضيف الفلفلة الصفراء، فلفلة حمراء، نخليهم يتقلاو مع هاد البصيله. البصيله ديالنا هي هبطت مع داك الفلفله كيما كتشوفوا. دابا غادي نضيف الشامبينيون. غادي نضيف الملح، البصل. غادي نضيف الطون، نضيف كذلك الزيتون مقطع، الحشوه ديالي ها هي وجدات. غادي نخليها تتبرد مزيان ونرجع عندكم. غادي ندوز نحضر لاباغاي اللي غادي نعمل في هذا الكيش ديالي. عندي هنا 4 ديال البيضات، بودره ثوم او ثوم مجفف، واحد ياغورت طبيعي، شويه ديال الملحه، شويه ديال البصل. غادي ناخذ البيض، نقرب هاد الباب ديالي، نحط
غادي نضيف عليه ياغورت طبيعي، شويه ديال السكر، شويه ديال الملح، وشويه ديال الثوم مجفف. غادي نطرب هاد الخليط مزيان حتى يمتاج لي. الحشوة ديالي ها هي خليتها حتى بردت مزيان، وعملتها في الشبيكة بعدا قطرت شي شويه من داك شويه الزيت اللي كيبقى فيها. ها هي لاباري ديالي، ها هي واجده. خديت الكاطو اللي غندخل الفران حطيت فيه داك لي كيش ديالي. دابا غادي ندوز نعمر. بعد ما عمرت هاد لي فون ديالي كاملين، دابا غادي ندوز نوضع على الطاري ديالي هكذا، نعمر بها هاد الكيش. غادي ندخل لي كيش ديالي يطيبو على الفران لي ديجا مسخن على 180 درجه، على ما يطيبو مزيان ويتحمرو وعاد نرجع عندكم. بعد ما طابو لي كيش ديالي غادي نعمل فوق منهم شويه ديال الفرماج محكوك هكذا، ونرجعهم للفران يذوب لنا داك الفرماج صافي ونخرجوهم. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كيش ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو هكذا كما كتشوفوا محمرين وزوينين، وداك لاباري كتخليهم هشاشين من الداخل. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك وتابونوا معايا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.